هناخدكم لقصه كانت حديث العالم خلال الساعات الماضيه. فما زالت طبعا سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتمارس قمعها المستمر تجاه الفلسطينيين سواء في غزه او في الضفه الغربيه. تكدست السجون الاسرائيليه بالاسرى الفلسطينيين خاصه بعد احداث 7 اكتوبر، واحد من هؤلاء هو الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي اللي حصلت روايته قناع بلون السماء على جائزه البوكر العربيه للروايه الطويله مؤخرا يشرو. الحقيقه ايه انه يعني تجربه باسم خندقجي في سجون الاحتلال فعلا زي ما قلتي اصبحت هي حديث العالم العربي، ورغم محاولات التضييق المختلفه من قبل السجان الاسرائيليه او السجان الاسرائيلي ضد هذا الكاتب المبدع، الا ان عمله الحقيقه يعني لقى طريقه للحريه خارج زنزانته الضيقه، اصبح كمان في متناول كل القراء العرب وفي العالم.